احنا متعلمين اخر حاجة كنا وصلنا لها هي الروابط. الروابط اول حاجة بكتبها هو حرف الايه، بعدين اتش ريف، بعدين بكتب يساوي وبفتح اقواس وبكتب جوه اللينك بتاع الموقع، على سبيل المثال مثلا www.google.com. طبعا في الاول المفروض ان احنا نكتب اسم البروتوكول HTTP، بعدين بقفل واسم البداية وبكتب جوه المحتوى بتاعنا، بيكون الحاجة اللي انا الكلمة اللي انا عايزة تطلع للمستخدم، وبعدين بعمل واسم النهاية اللي هو عبارة عن شرطة ايه. ده كده الوسم الخاص بالروابط. اوكي ايه يا جماعة كمية المسجز دي؟ ماشي، ممكن نحل من المتميز مفيش مشكلة، وهشرح دلوقتي الأمن السيبراني. الأمن السيبراني يا بس شباب، نعم ممكن نراجع على أول درس خالص. أول درس في المحور الثاني. لا، في المشهد الأول يا مستر، اللي هو أول درس سجله خالص. لا بقى ما بقاش موجود عندنا، ماشي، يعني ما نذاكروش. لا ما نذاكروش. تمام. ماشي يا حبيبي، هنشرح دلوقتي الدرس الرابع في المحور الثاني اللي بيتكلم عن الأمن السيبراني. معنى كلمة أمن سيبراني هي إن أنا إزاي بحمي نفسي على الإنترنت، يعني عكس الاختراق وعكس المشاكل اللي بتحصل لنا على الإنترنت، هي الأمن السيبراني دي اللي بيعلمني إزاي بنحمي نفسنا على الإنترنت. تعالوا بقى نشوف. الأمن السيبراني هو بيكلمني عن ازاي ان انا احمي نفسي، وايه الحاجات اللي انا لو عملتها بكون أأمن على الانترنت. اول حاجة بيديني شوية نصايح، عبارة عن 7 نصايح على الانترنت، لو اتبعناهم بنكون أأمن على وسائل التواصل الاجتماعي او أأمن على الانترنت عموما. طبعا اولهم واهمهم هو اني انا ما اتكلمش مع حد معرفوش على الانترنت، وحتى لو الشخص ده انا عارفه بس هو مش محسسني بارتياح، بيتكلم معايا بقى بطريقة وحشة، بيتنمر، بيحاول ان هو يسألني معلومات مالوش فيها، فبرضه المفروض ان انا ما اتواصلش معاه. تاني حاجة هو ان انا استخدم دايما كلمات مرور قوية، وهفكركم بكلمة كلمات مرور قوية. دي معناها ان كلمة المرور مكونة من 8 حروف على الاقل، وتكون حروف دي عبارة عن حروف عادية اللي هي حروف اللغة الانجليزية مع ارقام مع رموز خاصة. وكمان لازم اني انا اغير كلمات المرور القوية دي كل 3 شهور. الحاجة الثالثة عندي هو إن أنا دايما أنقي متصفحات الإنترنت الآمنة، وأنزل على جهازي برامج مكافحة الفيروسات. يعني إيه متصفحات إنترنت آمنة؟ يعني بتبعت لي دايما تنبيهات لو أنا داخل على موقع غير آمن، أو لو بحمل موقع غير آمن، قصدي بحمل ملف غير آمن. اتفضل يا يوسف. لا يعني مثلا انا قلت لا، ما قلت حاجة بس حضرتك رديت عليه. ماشي يا حبيبي، معلش كنت رافع إيدك. الحاجة الرابعة هو إني أنا أي معلومات شخصية بنزلها عن نفسي ما ينفعش إن هي تبقى موجودة على الإنترنت. المعلومات الشخصية الخاصة بيا اللي هي اسمي، تاريخ ميلادي، رقم تليفوني، عنواني، اسم مدرستي، وكمان طبعا الباسورد بتاعتي أو كلمات المرور الخاصة بيا، دي كلها عبارة عن معلومات شخصية ما ينفعش حد يعرفها خالص. لو أنا عندي مثلا صفحات على التواصل الاجتماعي زي فيسبوك وتويتر وانستجرام وكل الكلام ده، ما ينفعش اني انا اسيب حد يشوف الصفحات دي غير لو هم اصدقائي فعلا في الواقع او حد من عيلتي. بالنسبة للكتاب، هو الكتاب موجود على الانترنت كتير جدا، ممكن ان انت تحمله منه، بس عادي ممكن ان انا ابعته لو في مجال ده. لازم طبعا كمان ان احنا المواقع اللي احنا داخلين عليها نتأكد ان المواقع دي حقيقية ومناسبة لسننا وتكون مواقع آمنة. كمان لازم اني انا لو باخد معلومات احطها في بحث عندي، لازم اتاكد من دقة المعلومات دي وانها هي معلومات صحيحة.
طب انا بحمي نفسي من ايه؟ او النصايح اللي فوق دي هي نصايح خاصة بايه؟ اول حاجة التهديدات السيبرانية اللي احنا ممكن نتعرض ليها، او المخاطر اللي احنا بنتعرض ليها على الانترنت، من ضمنها البرمجيات الخبيثة. البرمجيات الخبيثة هي دي اصعب نوع واخطر نوع من التهديدات السيبرانية. ونركز، لان برضو السؤال بيجي لنا بنفس الطريقة دي كده بالظبط. ايه هو التهديد السيبراني الاخطر؟ التهديد السيبراني الاخطر هو البرمجيات الخبيثة. البرمجيات الخبيثة دي هي اخطر واحدة، لان انت مهما كنت حذر فهي برضو ممكن تيجي لجهازك. في الغالب بتجيلنا لو احنا استخدمنا شبكات واي فاي غير امنه، وفي الغالب هي بتكون شبكات الواي فاي المفتوحه اللي مش معروف مصدرها ايه. البرمجيات الخبيثه ممكن تكون من ضمنها برمجيات التخويف، اللي بتقول لك ان انت عندك مشكله او فيروس في الكمبيوتر بتاعك، ولازم ان انت تنزل برنامج معين علشان يساعدك في التخلص من الفيروسات دي. وبمسافه ما بتنزل البرنامج بيطلع ان هو نفسه برنامج فيروس او برنامج تحميل لمعلوماتك الشخصيه. بس نعم، ما هو ممكن احنا لو نزلنا مثلا مكافح الفيروسات ممكن بيطلع اساسا هاكر او كده. ما هو على حسب انت محملاه من مكان امن ولا لا. عشان كده كنا لسه بنقول ان احنا لازم البرامج اللي احنا ننزلها تبقى برامج امنه، ونتاكد قبل ما ننزل اي برنامج برامج بس امن. نعم. تمام. طب هو جوجل بلاي برنامج آمن؟ اه طبعا. يعني أي تطبيق عليه لو نزلته هيبقى آمن عادي؟ مش اي تطبيق، اي تطبيق يعني، بس يعني في مثلا بعض الشركات بتبقى شركات معروفة زي مثلا مايكروسوفت اوفيس. تمام. اوكي. النوع التاني من التهديدات اللي احنا ممكن نتعرض لها هي انتحال الصفة. ان الاقي ناس بتقول ان هي شركة معينة او ان هم شخصية معروفة علشان يخليك ان انت تسرب لهم معلوماتك الشخصية، او ان انت تضغط على رابط يحمل لهم معلوماتك الشخصية، او يسرقوا فلوسك اللي موجوده على الحساب البنكي بتاعك، او ان هم يبعتوا لك فيروس معين. زي مثلا ان هم بيحاكوا اعمال مشروعه، زي مثلا ان هم بيقولوا لك ان هم شركه اتصالات معينه وعايزين بياناتك الشخصيه علشان يبعتوا لك جيجا مثلا من الانترنت وهكذا. او كمان ممكن ان هو يبقى بيقول ان هو شخص انت تعرفه شخصيا علشان تقدر ان انت تقول له معلوماتك الشخصيه. ازاي بقى اتعامل مع التهديدات دي لو انا خلاص تعرضت لها؟ نعم يا يوسف. أوقف الناس اللي بتبعت لي بالنسبة للرقم، وقال لي صاحبك لازم يديني أي حاجة، بس هنسأله عن اللعبة اللي هو بيحبها. بالظبط، لازم ان انا اتاكد من هوية الشخص ده قبل ما اتواصل معاه. طب لو انا خلاص اتعرضت للمشكلة، المفروض ان انا اعمل ايه؟ اول حاجة المفروض ان انا اتعامل بهدوء جدا، واحاول ان انا اقول لحد من قرايبي ازاي ان انا اتعامل مع موقف زي ده. يعني ابلغ حد اكبر مني علشان نشوف لو احنا محتاجين نتصل مثلا بمزود خدمة الانترنت، او نبلغ ادارة مكافحة جرائم الانترنت. كمان لازم اني انا احذر كل المعارف اللي عندي على الاكاونت من ان انا اتعرضت للتهديد السيبراني المعين ده، علشان احميهم من انهم يفتحوا اي حاجة خاصة بيه. لازم بعد كده ان انا انزل برنامج مكافحة الفيروسات علشان اقضي على الفيروسات الموجودة على جهازي، علشان الفيروسات دي بتعتبر ثغرات في جهاز الكمبيوتر بيستغلها المخترقين علشان يدخلوا الاجهزة. دايما ان انا اتاكد من تحديث اعدادات الامان الخاصة بكل الاجهزة بتاعتي والبريد الالكتروني والحسابات بتاعتي، علشان وكمان لو تعرضت لاي تهديد او لاي هاكينج على حتى حساب واحد من حساباتي، مفروض اني انا اغير جميع كلمات المرور الخاصة بجميع الحسابات. تمام، محدش يقول لا وانا كده كده اتعرضت لمثلا اكاونت الفيسبوك بس، لا لازم اغير جميع الباسورد الخاصة بجميع الاكاونتس التانية عشان الهاكر ما يقدرش ان هو يكمل عليهم. بكده نبقى خلصنا الدرس الرابع. اتفضل يا محمد. محمد، محمد انت رافع ايدك؟ طب يا شباب لو في درس تاني. ايه يا محمد، انا سامعك دلوقتي. انت الصوت عندك بيقطع جامد. انا مش سامعك فعلا، ممكن تكتب لي على تشات؟
شباب في حد محتاج درس معين يكتب لي برضو على تشات لو محتاجين درس معين، ولا نبدأ في الحل على طول؟ عايزين نبدأ الحل يا مس. يلا بينا نحل من مذكرة المتميز، بس هنحل الاختيارات فقط لأن انتوا ما بيجيلكوش في الامتحان صح وغلط. تمام. اوكي بص يا شباب بهدوء، وايه واللي انده عليه بس هو اللي يتكلم علشان يعني ما نشوشرش على كل اللي موجودين. انا هنده على اسم شخص هيبدأ ان هو يجاوب على طول. اوكي اللي عنده مشكلة في المايك او مشكلة في الانترنت بيكتب على الشات الإجابة. اتفقنا؟ اتفقنا. يلا يا لينا. اتفقنا يا مس. لينا ماشي يلا. هي مجموعة من الأشخاص أو الأشياء المرتبطة معا لأهداف مشتركة. شبكة. الشبكات. برافو عليكي نورين، شبكات. صح. ماشي. نستخدم نقط لإنشاء العروض التقديمية. هتبقى باوربوينت. صح ممتازة. إسراء. إسراء علي. طيب مريم. مريم محمود. يعمل بمثابة بوابة جيت واي، فهو يربط بين المدن المختلفة الشبكات. الراوتر. ممتازة يا مريم. مريم التانية بقى. هعمل لك اسك تو اميوت. مريم مش بترد. طيب محمد أحمد. بس ممكن طلب، نعم ممكن بعد إذنك تكتبي يعني تعلمي مثلا على الإجابة علشان ما نتلخبطش في الأسئلة اللي واقفين عندها. اه طبعا ممكن. بس هو دور شكرا. مين دلوقتي؟ او انا كنت بنده على بنوتة اسمها مريم. هلو يا انا منى. ايوه انتي. يلا يا مريم في أي سؤال يا احنا في السؤال الرابع ممكن، بس ما حدش يشخبط على على البورد. هي عملية تحويل البيانات إلى رموز منع الوصول إليها من أطراف غير مصرح لهم، تشفير البيانات. صح برافو عليكي يا مريم. يلا يا حنين. لا او حنان. حنان حنان عبد الجواد. اوكي طيب سلمى. أيوة مس. يلا يا سلمى. يحول الإشارة من مزود خدمة الإنترنت إلى إشارة رقمية المودم. برافو عليكي يا سلمى. طيب يلا يا توتي. تمام. تعرف نقاط على أنها سوق يتبادل فيه الشراء والإعلان وحدات من أسهم الشركة. البورصة. صح ممتازة. محمد محمود. شبكات تمكن أجهزة الكمبيوتر من الاتصال ونقل المعلومات. الألف وباء. نعم. صح ممتاز. عمار. شراكة استثمار. هي قانون يتم استخدام قبضة الأخ أمريكي. الملكية الفكرية. صح برافو عليك. يلا يا يوسف. يوسف طارق.
طيب محمد أحمد، ايوه بس اتفضل يا محمد. يعتمد الواقع المحيط في استخدام كاميرات افلام قديمه او اجهزه لوحيه لعرض نموذج لم يشبه العالم الحقيقي. يعني إجابتك إيه؟ كاميرات الافلام القديمه لا للأسف مش صح، ما بنستخدمش كاميرا الأفلام القديمة، لأن هي أصلا مش هتقدر تدخل على الواقع المعزز أو تقنية الواقع المعزز، فبندخل على كاميرا الهاتف الذكي اللي هي الكاميرا اللي موجودة عندنا في التليفون يا محمد. أوكي محمد عمرو، إذا تم اختراق حسابك الشخصي على الإنترنت يجب عليك تغيير جميع كلمات المرور الخاصة بك. صح، برافو عليك. يوسف رجعت؟ أيوة يا مستر، أنت بتسأل شنو أشوفها؟ أيوة صح، هو كل رام ماكينة كمبيوتر على تفكير وتعلم. مثل مغازي الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي، برافو عليك. رقية يس يلا يا رقية، ايوه بس يلا من امسية الهدات السكرانية البرامج الخبيثة. صح، برافو عليكي. البرمجيات الخبيثة، في حد تاني ما جاوبش؟ تقريبا إسراء ما جاوبتيش. إسراء علي جيتي؟ أوكي طيب، ممكن لينا تجاوبي تاني؟ مثلا ما جابش المرة أوكي لينا، نعم برافو، نعم رفع إيدك تسألي ولا عايزة تجاوبي؟ عايز أجاوب. طب يلا جاوبي. الواقع المعزز يعرض نموذج لإبعاد لما يصبح العالم حقيقي. سلاس ثلاثي الأبعاد، ممتازة شطورة، برافو عليكي. توتي، السلام عليكم. عليكم. وعليكم السلام. الواقع المعزز يع... الواقع لا المعزز واحنا في يعرض 14 يا نموذج. توتي، احنا في 14. تمام، معلش اتلخبط. ولا النقط هو نوع من البرامج الضارة التي تتظاهر بأنها فيروس. برامج التخويف. ممتازة، برمجة التخويف. رقية، رقية يلا يا رقية. أحداث إصدار من إحدى الحنات أو أجهزة المنتجات التكنولوجيا المتصورة. صح، برافو عليكي. يلا يا يوسف، يوسف عند ممارسة الألعاب عبر الإنترنت لا تضع معلوماتك الشخصية مثل ألف وباء معاً. صح، برافو عليك. نورين، نعم يا مس، عند ممارسة لا تعتبر برمجيات تكبير الشاشة ووسائل المساعدة السمعية من التكنولوجيا المساعدة. صح، برافو عليك. اوكي يا شباب، انبسطت معاكم جدا النهارده، انتوا ناس كده متفاعله وبتجاوب وشاطرين، وبرضه فخوره بيكم جدا لان انتوا قلتوا على الحاجات اللي انتوا كنتوا محتاجينها، علشان ده ساعدنا طبعا في الحصه ان احنا نستغلها احسن استغلال. عايزه بس اعرف، اتبسطتوا بالحصه النهارده؟ ايوه وانا كمان ايوه جدا ايوه استفدت. ايوه يا رز. اوكي اقابلكم الترم الثاني باذن الله. باي باي، طمنوني عليكم بعد الامتحان بكره. باي 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 باي. باي 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 باي. باي استدحنا مين لحالنا اللي بيقول؟ بعد. مين اللي بيقول؟ جزاك الله خيرا يا مس. جزاكم الله خيرا جميعا. باي.
باي.